واهتمامهم في ورشة العمل الخاصة بالار ار تي او الرابيد ريسبونس تيم. طبعا نعتقد انه من اهم المهارات اللي لابد على فريق او منسوبي فريق الاستجابة السريعة انهم يكونوا على علم ودراية بالبيزك برنسبل اوف ابيديميولوجي او المهارات الأساسية لعلم الوبائيات، وهي عنوان محاضرتنا اليوم. معكم زميلتكم دكتورة نادين برهان من الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية. نأمل إن شاء الله أن تعم الفائدة على الجميع، ولو كان معظم النقاط اللي راح يتم شرحها والتطرق لها اليوم أعتقد أنها أساسية وقد تكون مرت على الجميع أو استخدمناها بشكل مباشر خلال أعمالنا أو مهامنا في مكافحة العدوى، لكن من الضروري أنه إحنا نلخص هذه المهام وهذه النقاط ونحاول أنه إحنا نغطي الأجزاء الهامة في علم الوبائيات. طيب، an introduction أو كمقدمة. This learning resource is a part of a rapid response team advanced training package. مثل ما ذكرنا, based on all hazard approach, the program aims to provide RRT members with the advanced knowledge, skill and attitude. طبعا نأمل أنه نزودكم في هذا البرنامج بجزء من العلم والمهارات اللي يتحلى بها منسق فريق الاستجابة السريعة, and tools need to early detect and effectively respond to an event, بحيث أن يكون قادر على استخدام هذه الأدوات والاستفادة منها في الاستجابة السريعة, سواء كان للأمراض الناشئة أو المستجدة أو حتى التفشيات الخارجة عن السيطرة لا قدر الله. Learning objectives: at the end of this session, you should be able to define epidemiology and understand its application to public health event, to جزء منها طبعا infection control, explain epidemiology key terms and concept, explain the concept of one health, describe how epidemiology is used for disease surveillance and rapid response. What is epidemiology? Key terms in epidemiology: epidemiologic triad, key measures for descriptive epidemiology, وإيش اللي نقصده بعلم الوبائيات الوصفي, references and guidelines, وراح نزودكم إن شاء الله في نهاية المحاضرة ببعض المصادر اللي يمكن الاطلاع عليها والاستزادة منها. طيب, في البداية, what is epidemiology? دائماً احنا نذكر epidemiology او علم الوبائيات. ماذا نقصد بعلم الابيديميولوجي او علم الوبائيات؟ باختصار هو study of ثلاث اشياء جدا هامه: distribution of health frequencies and pattern, كيف يتم توزيع هذه الامراض او الايفنت, determinants of health زي الاسباب او risk factors, causes and risk factors among specific populations, سواء كانت village أو high risk group أو حتى في المنشآت الصحية, سواء كانت منشأة ككل أو حتى وحدات معينة. Application of that study to control of health problem. ثلاثة أشياء: distribution, determinant and specific population, أو باختصار دائما إحنا نعنى بـ where and who and when. بالضبط. Epidemiology is the who, what, and when, and where, and why of disease spread. إذا جاوبنا على هذه الأسباب تقريباً إحنا غطينا مفهوم الإبيديميولوجي أو علم الوبائيات. Epidemiology serves to characterize disease in terms of time, place, and person. هذه الثلاثة مصطلحات جداً هامة لتحديد أي وضع وبائي. This information can help to determine risks, inform the design of intervention and evaluate their effectiveness. في إيش حتساعدنا هذه المعلومات أو الإجابة على هذه التساؤلات؟ على أسباب أو المخاطر اللي ممكن تؤدي إلى الإيفنت, الانترفنشن أو نوع التدخل اللي لابد إنه يتم للسيطرة أو الحد من الوضع الوبائي, and evaluate their effectiveness, وهي عملية دائمة ومستمرة, وبتكرار هذا التساؤل يعني باستمرار يمكن إن احنا نقيم الوضع بعد التدخلات اللي تم عملها, هل تم السيطرة أو الحد من العدوى المنتشرة لا قدر الله, أو لسه احنا نحتاج additional intervention to control the problem.
ببساطة ممكن نستخدم عدة أدوات أو tools تعطينا عدة information. And this is an example of cholera by time and place. إذا نظرنا يمكن إلى مجرد الشارت الموجود أمامنا، راح نقدر أن احنا نتعرف على الوضع الوبائي للكوليرا. و this is an example from 1998 لحد 2016، ونرى يمكن حتى اختلاف عدد الحالات باختلاف المناطق أو في مختلف القارات، ابتداء من العام 1989 إلى حتى 2016، بمجرد النظر إلى أحد الأدوات اللي تستخدم باستمرار وهي الشارت في علم الوبائيات. إذن الاستفادة من هذه الأدوات مو فقط هو لتصعيب المهام، لكن قد تكون صورة واحدة أو شارت واحد يعني مليء بالعديد من المعلومات، وأقدر حتى أقارن بين مختلف الأماكن. طيب، this is a knowledge check. للأسف ظاهرة يمكن الإجابة، وأتمنى من الجميع يمكن حتى المشاركة في الشات. All of the following illustration, the purpose of epidemiology in public health, except identify the population who are at risk, مثل ما ذكرنا who, assess the effectiveness of intervention, and provide the treatment of the patient in critical or clinical setting. Except الوحيد هو determine the importance of causes of illness. طيب. Epidemiology during public health emergency. يمكن يتكرر كثير مفهوم الـ public health، وقد يختلف نوعا ما عن وضع مكافحة العدوى، لكن لابد أنه إحنا نعي أنه في العديد من التقاطعات ما بين علم الوبائيات في public health أو على نطاق الصحة العامة بالمجمل، وأيضا نطاق الوبائيات داخل المنشآت الصحية. ولابد أنه إحنا نتعرف على الكونسبت اللي إحنا نستفيد منها في علم الوبائيات في الصحة العامة عشان نقدر أنه إحنا نطبقها داخل المنشآت الصحية. وأعتقد أن الدور تكاملي خاصة في محاولة السيطرة أو الحد من التفشيات الغير مسيطرة عليها أو في حالات الأمراض الناشئة والمستجدة ما بين مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية وما بين الـ Public Health Authority. Epidemiology in emergency situation can help and determine the severity of crisis. باستخدام التحليل للبيانات أنا أقدر أتعرف على مدى شدة وضراوة الكرايسيس أو الوضع الوبائي الطارئ. Identify and measure risk factor. بطبيعة الحال أقدر أحدد كل عوامل الخطورة اللي ممكن تسبب أو ترتبط بالاوتكم او بالديزيز او بالايفنت. مونيتور ترند اوفر تايم، طبعا بجمع البيانات باستمرار مثل ما شفنا في الشارت سابقا الخاص بالكوليرا، انا اقدر اعرف انا مقارنه بنفسي او حتى باماكن اخرى كيف الوضع الوبائي، هل هو في ازدياد او انخفاض او انحسار، او انا تدخلاتي اللي اجريتها أدت إلى تقنين هذه العدوى أو لا قدر الله لسه أنا فاقدة للسيطرة. Inform a rapid response طبعاً بالـ continuous surveillance والـ early notification system، أنا أقدر أفعل أو أعطي alarm لفريق الاستجابة السريعة أنه يبدأ في التدخل. Support advocacy effort and document the crisis. بطبيعة الحال أيضاً إذا كان عندي وضع يحتاج الدعم وتدخل العديد من الجهات وأصحاب القرار، أنا أقدر أيضا من خلال البيانات وعرض الداتا أني أنا أستفيد وأحصل على هذا السبورت. ومن المهم أيضا أني أنا document the crisis. غالبا الأوضاع الوبائية أو الأمراض الناشئة أو المستجدة من الجيد جدا أني أنا أدونها بشكل جيد وعلمي للاستفادة ولنشر العلم حتى across the world أو حتى للعالم. وأيضا أنا أقدر أستفيد من التجارب السابقة في الاطلاع والقراءة والبحث لتطبيق ما جرى من توصيات سابقة ساعدت في الحد من العدوى على الوضع الحالي.
What is the key terms in epidemiology? طيب أكيد في مصطلحات من الجيد جداً أني أنا أتعرف عليها عشان أقدر أتعامل مع الوضع، حتى سواء في كتابتي ومشاركة المعلومات مع الآخرين للعلم والفائدة، أو حتى لأصحاب القرار. وأنا أعتقد أنه كتابة الريبورت أو documenting الداتا هي جزء هام من الكوميونيكيشن بوينت أو التواصل المطلوب خلال الجوائح والأمراض الناشئة والمستجدة، لأنه مو دائما يكون متاح أني أنا أتعامل مع أصحاب القرار بطريقة مباشرة. قد يكون التعامل عن طريق الإيميلات أو الريبورت، فمن الجيد أني أنا أدون هذه المعلومات بلغة مفهومة يفهمها الجميع. وأيضا إذا أنا حبيت أقرأ أو أستزيد، أنا فاهمة المعنى من كل مصطلح. طيب، يمكن هذا معلومة يعني يعلمها الجميع، لكن من الجيد أن إحنا أيضا نتعرف عليها. Epidemic or outbreak، أو بالعربي التفشي. Disease occurrence among a population that is an excess of what is expected in a given time and place. جدا مهم أنه إحنا أيضا نحدد التايم والبليس مثل ما ذكرنا. زيادة عدد الحالات عن المتوقع هي ما يعرف بالتفشي أو بالأوتبريك. طيب أستاذة إيمان، إذا كنت تسمعين يبدو أنه في مشكلة تقنية في الباوربوينت. طيب كرما لحظات ونرجع لكم مرة ثانية. طيب ما عندك مشكلة نادين. تم إرسال الرابط التحضير، أتمنى من الجميع أن يحضر. طيب هل واضحة الشاشة الآن للجميع؟ واضحة الشاشة بس ما تغيرت. طيب ممتاز. نعتذر والله على الخلل التقني الطارئ. طيب الكلستر هو مفهوم آخر، وقد يكون في الشدة أقل ضراوة أو شدة من الأوت بريك، ونعني به التجمع لعدد حالات. طيب يبدو أن في مايك مفتوح، كرما نأمل من الجميع أنه يضع المايك على وضع الميوت. الكلستر هو group of cases in a specific أيضا time and place, often a small in a small geographic area that might be more than expected. هو أيضا ارتفاع، لكن الارتفاع طفيف ومحدود، ويمكن ما وصل إلى وضع التفشي، لكن يعطينا ألارم جدا قوي. نحن لابد أن نحن نفعل كافة المجرز أو الاحتياطات أو التوصيات عشان ما نصل إلى تفشي خارج عن السيطرة. Endemic هو disease or condition present among a population at all time. هو مدى استيطان المرض أو الحالة المرضية في منطقة معينة. عشان نقدر نقارن وضع الحالات الآن بالوضع السابق. Pandemic يمكن هذا أكبر مثال كان موضوع للكوفيد أو الجائحة. It's an epidemic occurring over a widespread area سواء كان multiple countries or continents and usually affect a substantial proportion of a population. جائحة أو تفشي انتشر على نطاق واسع جغرافي. من المهم أيضا أني أنا أتعرف على هذه المصطلحات والفرق بينها. طيب أحد أهم الأدوات الوبائية اللي يتم استخدامها والاستفادة منها في التفشيات الوبائية هي الإبيديميك كيرف أو المنحنى الوبائي. باختصار المنحنى الوبائي هو فيجوال ريبريزنتيشن أو
تصور بصري لمعلومات أنا أجمعها في خلال التفشي وتوضع على تشارت أو رسم لمنحنى توضح الـ onset and progression of an outbreak، توضح مدى بداية أو ظهور أول حالة وحتى استمرار عدد الحالات من الأمراض المعدية. The epidemic curve is a plot of number of reported cases over a period of time. بالغالب عندي two axes الـ X والـ Y، والمنحنى الوبائي يتم تمثيل فيه عدد الحالات على المحور الواي أو المحور الصادي، والتايم على المحور السيني لهذا المنحنى. وقد يختلف هذا المنحنى في وضعه سواء كان في عدد ساعات محددة أو أيام أو أسابيع أو حتى أشهر. أنا أتمنى من الجميع أنه يعمل سكان أو يمسح على الباركود للوصول إلى تول جدا يمكن جميلة ومفيدة وفيها شرح باستفاضة أكثر للإبيديميك كيرف. وإن شاء الله في المحاضرة القادمة أيضاً حيكون في عدة تمارين على الإبيديميك كيرف بالتفصيل، لكن من المهم أيضاً أن احنا نعرج على هذا المفهوم في محاضرتنا اليوم. يمكن عندنا عدة أنواع من الإبيديميك كيرف أو من المنحنيات الوبائية، بداية من وجداً مهم أن احنا نتعرف ونفرق بين هذه المفاهيم عشان نقيم مدى قدرتنا على السيطرة على الوضع أو التفشي داخل المنشأة الصحية أو حتى اليونت. Point source هو presence of an persons are exposed to the same common source over a period of time، وراح نرى كيف تمثل بالرسم. باختصار هو تعرض لمرة واحدة over within a one incubation period تنتهي، وبالغالب يكون لها one peak. طيب يمكن this is an example of a point source، تعرض مرة واحدة one peak and one incubation period وينتهي هذا التفشي. طيب لكن الـ continuous source أو التعرض باستمرار لمصدر العدوى، الـ exposure is not confined to one point at time، وبالعكس يكون في استمرار للتعرض. وهذا حيكون شكل المنحنى الوبائي إذا ما تم تمثيله على الـ epicurve. نرى أنه التعرض مستمر وملتيبل بيكس وملتيبل انكوبيشن بيريد. طيب what about the propagated source؟ the propagated source أو دائما ما يتم تمثيله بهذه الطريقة، نرى أنه في حالة ثم فترة عدم رصد أو وجود للحالات، ثم incubation period، ثم تزيد وتتزايد، وحتى ارتفاع البيك يختلف. وطبعاً ارتفاع البيك يعني ارتفاع في عدد الحالات، ويمكن أبرز الأمراض اللي يتم تمثيلها على هذا الشكل هي الأمراض اللي تنتقل من person to person أو شخص إلى شخص، لأنه كل شخص يعدي مجموعة أشخاص وكل مجموعة تعدي آخرين، فيتم التزايد في المنحنى. فإذا أنا مثلت الوضع الوبائي عندي لمرض محدد وتم تمثيله بهذا الشكل، فالأقرب أنه هذا أو السبب لهذا المرض هو أنه ينتقل من person to person. What about the intermittent source أو المصدر المتقطع؟ نرى أنه في multiple peaks وفترات عدم رصد للعدوى، لكن تقريبا ارتفاع المنحنى او البيك متشابه. طيب يمكن اشهر مثال لهذا النوع هو التعرض باستمرار لمصدر واحد لكن في فترات زمنيه مختلفه، مثل تلوث كانز اوف فود او مجموعه اغذيه بطريقه يمكن غير مستمره، فتنتقل يمكن للناس بهذه الطريقة. يمكن هنا وجبة واحدة يمكن لcontaminated food أو food poisoning يتم التعرض لها من مجموعة من الناس وثم تنتهي. هنا يمكن أشهر مثال هو التعرض باستمرار لمصدر مياه متلوث
فيكون الاكسبوجر از كونتينوس بروباجيتد مثل ما ذكرنا بيرسون تو بيرسون من شخص الى اخر. هنا هي متشابهه جدا للكونتينوس فود لكن ما هي بطريقه مستمره. هنا ممكن نقول مصدر مياه لكن هنا ممكن نقول كانز او معلبات للاغذيه ملوثه بحيث انه يتم استخدامها على فترات متقطعه. واتمنى من الجميع مره اخرى مسح الكود. طيب يمكن هذا اللي ذكرناه هو منحنى يتم فيه تمثيل عدد الحالات على المحور الصادي والوقت على المحور السيني، وقد أمثل عدة مجموعات من الأشخاص على نفس المنحنى حتى يمكن تعطيني ترابط أو theory. And this is an example of epidemic curve of cases of severe acute respiratory syndrome or SARS by date of onset. This is in 2002 till 2003 and this is in China. طيب أأمل من الجميع أيضا المشاركة في الشات. Match each term with the correct example. عندنا ثلاث خيارات: endemic, pandemic and epidemic. Malaria is present in Uganda at all time because of the presence of infected mosquito. Malaria is blank in Uganda. This is considered endemic ولا pandemic ولا epidemic. Excellent. Endemic هي موجودة أو مستوطنة في هذا المكان. Cases of Ebola virus in parts of Africa are in excess of what is expected. هي تعدت المتوقع for the region. This event is A or an. Excellent. Epidemic. تجاوزت العدد المتوقع أو معدل الاستيطان. HIV AIDS is one of the worst global disease in history. It is an pandemic لأنها منتشرة على نطاق جغرافي واسع. طيب this is another knowledge check. Choose the correct answer, either pandemic, cluster, or attack. In March 2015, an outbreak of measles occurred among employees at factory X in district Y of country Z. This group of cases in this specific time and place can be described as a or an cluster. Okay, لأنها انتشرت في group محدد يمكن ما وصلت لي حد الاوتبريك او الابيديميك فاعطت الاتنشن لابد من التدخل والسيطره عليها مبكرا. طيب another concept جدا مهم انه احنا نعيه ونستوعبه للتعامل مع الاوضاع الوبائيه is disease transmission. اعتقد هذا من اساسيات مكافحه العدوى. An infectious primary case can infect a secondary case through the transmission of infectious agent. طبعا هذا المفهوم جدا هام، مو فقط التعرض لسورس او مصدر سواء كان في داخل الكوميونتي او حتى داخل المنشأة الصحية قد يكون السبب، لكن من المهم جدا انه احنا نعي انه الأشخاص قد ينقلوا الأمراض إلى الأشخاص الآخرين، ومهم أن احنا نضع ذلك في عين الاعتبار عند وضع كل الميجرز الخاصة بالحد من العدوى. This is the other mode of disease transmission. طبعاً الـ airborne transmission هذا والdroplet والcontact either direct or indirect هي معلومات جدا هامة وأساسية. وطبعا الايربورن ترانسميشن يمكن أشهرها الفاريسيلا والميزلز والأوبوبلمونري توبركلوزيس، ويكون فيها المايكرو أورجانيزم معلق في الهواء و there is no guarantee safe distance between the source و other person. الدروبلت هي انتقال العدوى عن طريق الرذاذ، وعادة ما تنتقل أيضا بالكافينج and sneezing and on another within one meter. ويمكن أشهرها الإنفلونزا
والبرتاسس diseases direct or indirect physical contact by touching an infected person including sexual contact و indirect طبعا لابد ان احنا نعي انه تلوث الانفايرمنت او حتى الايتينج والدرينكينج كونتامينيتد فود هو جدا جزء هام في نقل هذه الديزيز. طيب جزئين ايضا هام لابد ان احنا ما نغفلها سواء كانت الفيكتور بورن او الواتر بورن، يمكن في الصحه العامه هم اكثر تعامل معها اكثر من المنشآت الصحيه، لكن هي مصادر لابد انه احنا نضعها في عين الاعتبار لمحاوله تقنين والحد من انتشار العدوى. وغالبا الدايريا ديزيزز هي الكلاسيكال اكزامبل. طيب يمكن هذا كان مفهوم جدا بدائي ومهم، لكن من الجيد انه احنا نتعرف عليه او نسترجعه مره اخرى. في ثلاثة مصطلحات شائعة في علم الوبائيات، وغالباً لما نطلع على الدراسات للحالات المشابهة نقراها كثير، فمن المهم أنه إحنا أيضاً نفرق بين هذه الثلاث مصطلحات عشان نستفيد من هذه القراءات، وأيضاً إذا حاولنا أنه إحنا ننشر الخبرات. الانكوبيشن بيريد أو فترة الحضانة، latent period أو فترة الخمول، وinfectious period أو فترة العدوى. إيش الفرق بين هذه الثلاثة مصطلحات؟ يمكن أشهرها incubation period لأنه بالغالب نتعرض لها كثير لأنها مرتبطة بظهور sign of symptoms. But what about the latent period والinfectious period؟ طيب period when an infected host can transmit the agent to other host، أو الفترة اللي يكون فيها المصاب قادر على نشر العدوى وإعداء الآخرين هي أيضاً فترة مهمة. This is an infectious period. Excellent, Dr. Ali. Time between transmission of agent and start of infectiousness هي latent period أو فترة الخمول، الفترة ما بين انتقال الميكروب أو الانفكتوس agent لحد ما يصبح الشخص المعدي أو المريض أو المصاب قادر على نشر هذه العدوى، فهذه فترة الخمول. while time between transmission of agent and the first sign and symptoms of disease this is incubation period أو فترة الحضانة. طيب كيف نقدر أستفيد من هذه الثلاثة مفاهيم في مكافحة العدوى؟ this is again للتذكير. incubation period هو time ما بين transmission of the agent and first sign and symptoms وهي الأشهر. latent period أو فترة الخمول ما بين نقل العدوى إلى قدرة الشخص المصاب على إعداء أو إصابة الآخرين. infectious period فترة الإصابة بالعدوى وقدرة الشخص على عدوى الآخرين. أوكي. طيب the duration of the incubation and latent infectious period determine the spread of infection. ومن المهم ايضا انه احنا نعي الفرق. if the latent period is longer than the incubation period individuals are contagious only after the onset of symptoms. يعني اذا فترة الخمول هي اطول من فترة الحضانة يصبح الشخص معدي للآخرين، وهذه يمكن نقطة مهمة للحد والكنترول من العدوى. only after the onset of symptoms فقط بعد ظهور الأعراض. if the latent period is longer يصبح قادر على العدوى after. while if the latent period is shorter إذا كانت أقصر من الincubation period people are contagious قد يصبحوا قادرين على نقل العدوى للآخرين before the present of symptoms. وهذه أيضا نقطة جدا هامة، مو فقط الاعتماد على الأعراض هي اللي تحدد الانفكشن كنترول ميجرز، لأنه في هذه الحالة قد يصبح الشخص معدي حتى قبل ظهور الأعراض. so if it is longer only after the onset of symptoms while if it is shorter person can could transmit the infection before the presence of any symptoms. طيب يمكن سمعنا خلال الجائحة
مصطلح الـ basic reproductive number أو الـ R0 أو الـ R0. طبعاً حساباته تحتاج العديد من الـ epidemiological information، لكن باختصار هو يعبر عن إيش؟ يعبر عن الـ average number of secondary cases generated by a primary case during an epidemic، أو قدرة أو مدى الأشخاص اللي يتم إصابتهم نتيجة انتقال العدوى من شخص إلى آخر. باختصار، إذا كان الـ R note أكبر من الواحد، الـ outbreak will grow. الـ outbreak الآن خارج عن السيطرة وهو في حالة التزايد، أو عدد الأشخاص اللي يتم إصابتهم بالعدوى من شخص إلى آخر هم في ازدياد. While if the R0 or R note is 1, the outbreak considered stable outbreak. لكن الأفضل هو اللي إحنا نطمح له في حالات الجوائح أو التفشيات الخاصة الخارجة عن السيطرة. If the R note is less than 1, outbreak is reducing. وفي هذه الحالة هو اللي إحنا نأمل به to control the epidemic. R note must be less than 0. مو مطلوب إنه إحنا نعرف كيف نحسبها، لكن على الأقل هذا المفهوم اللي إحنا نأمل إنه إحنا نصل له في حالات الجوائح. طيب، الإبيديميولوجيك تريات أيضاً مفهوم جداً هام وضروري، يمكن هو أساس الوضع الوبائي. يتكون من ثلاث أركان هذا المثلث، ابتداءً من الهوست، environment and agent. طيب، الإيجنت لابد أن إحنا نكون على اطلاع على عدة مصطلحات، أهمها الباثوجينيسيتي، الفيريلنس، والمود اوف ترانسميشن. يمكن المود اوف ترانسميشن أو قدرة هذا المايكرو أورجانيزم على الانتقال، وكيف يتم الانتقال أو انتقال هذا المايكرو أورجانيزم مثل ما ذكرنا according to the mode of transmission. While pathogenicity, will the agent cause disease in infected host؟ هل هذا المايكرو أورجانيزم قادر على إصابة الأشخاص اللي أصابتهم العدوى بالمرض أو بالأمراض؟ وفيريولنس، will the agent cause severe disease or death؟ وهل هذا المايكرو أورجانيزم له شدة أو ضراوة محددة تصيب الأشخاص المعديين؟ جداً مهم نحن نتعرف على هذه المعلومتين لكل وضع وبائي أو جائحة. إذن الأجنت، من المهم أن أنا أعرف هل هذا المايكرو أورجانيزم قادر على إصابة الأشخاص وإصابتهم بالأمراض أو المرضى، ومدى شدة هذه الإصابة، وكيف يتم انتقال this micro organism. لكن هذه الركيزة الأولى أو الركن الأول من أركان المثلث. While the host، طيب الشخص المصاب نفسه أو الهوست، لابد أني أنا أعرف her or his susceptibility or what factors affect the susceptibility or resistance of the host. هل هذا الشخص أو المصاب يبدو أنه في أيضا مايك كذا منتهى؟ شكرا لك. طيب، هل هذا الشخص أو الهوست أيضا على استعداد الآن أنه يصاب بالعدوى؟ Are there any risk factors could increase this possibility? Protection, what factors or intervention protect host from agent? هل يوجد أساليب حماية قد تحمي الهوست أو الشخص من الإصابة، سواء كان أدوات حماية أو حتى تطعيمات محددة؟ طيب، الركيزة الثالثة واللي لابد نحن ما نغفلها أيضا هي الـ environment أو البيئة المحيطة. Does the agent need to go through any stages of development before infected or infecting the host? If so, what environment does it require? What environmental condition facilitate transmission? طيب، البيئة المحيطة جدا هامة، ويمكن من أحد الركائز في مكافحة العدوى والاهتمام بتطهير ونظافة البيئة. طيب، هل يوجد أسباب بيئية أخرى تساعد في انتشار المرض، مثل درجات حرارة معينة أو درجات رطوبة، أو حتى إذا كان هذا المرض ينقل عبر نواقل المرض، هل مثل الملاريا، هل يوجد different stages of this vector that could I control to stop this propagation؟
إذن جدا هام أيضا هذا الكونسبت أو الكي فاكتور. Common risk factors for disease transmission in emergency. بالغالب تزداد الأوضاع الوبائية سوءا خلال الجوائح أو الأمراض الناشئة أو المستجدة إذا ما كان في crowding في environment, lack of water and sanitation facilities or contaminated water, and low level of immunity. بالغالب a high number of children in the same household, HIV infection أو low immunity أو حتى الأمراض المزمنة الأخرى, pregnancy, low level of vaccination coverage. هذا concept هام في الصحة العامة, أيضا أنا لابد أن أستفيد منه داخل المنشآت الصحية. مؤخرا يمكن ظهر أو طرأ مفهوم الـ One Health and the Epi Triad. باختصار إيش المعني بالـ One Health؟ الـ One Health recognizes the health of people is considered or connected to the health of animal and environment. هي مشابهة لمفهوم الـ Host Agent and Environment, لكن يمكن هنا على مستوى أشمل. صحة العامة أو population هي مرتبطة بالanimals and environment, ويمكن ظهرت هذه الثيوري مؤخرا بعد الجائحة وارتباط الكوفيد يمكن ببعض الحيوانات وظهور الزونتيك ديزيزز بشكل أوسع وأشمل. وهذا أيضا متابعة هذه المعلومات تساعدنا أيضا في الحد من العدوى والسيطرة على انتشارها بإذن الله. One health approach encourage communication and collaboration between public health, animal health and other sector for better public health outcome, وبالتالي الحد من العدوى داخل المنشآت الصحية. طيب other key measures for disease for a descriptive epidemiology, كيف أتمكن من وصف الوضع الوبائي بعد تحليل البيانات. Measures of frequency يمكن أشهرها incidence والprevalence, وأعتقد أنها معلومة للجميع لكن من الجيد أيضا مراجعة هذا المفهوم. Incidence هو number of new cases of disease in a given population over a specific time. نوعنا هنا في قياس الانسيدنت only بالنيو نمبر اوف كيسز, and this is an example number of new HIV cases in country X in a specific period of time. المقام هنا people at risk, مو كل البوبوليشن لكن الاشخاص اللي قد يصابوا بهذا المرض او موضع الخطوره within a specific period of time. ويمكن أشهر الانسيدنس اللي احنا نتعامل معها في مكافحة العدوى يمكن كل الموديولز الخاصة بالسيرفيلنس, اللي عادة في المقام احنا نقيس person time عدا وليس مثلا number of total population أو أشخاص, لكن نقيس مدى متابعتنا بالزمن للأشخاص at risk. طيب while the prevalence is a proportion of population with a disease or attribute at the specific point of time over a specific also period of time, لكن هنا total number, هنا total number of cases, not only the new cases over total population, while in incidence it's the new cases على the population at risk. طيب مفهوم يمكن ايضا شائع في التفشيات هو الاتاك ريت او معدل الهجمات. It's in proportion, هو نسبة وتناسب of persons exposed to infectious agent that become ill, ويمكن تمثيله بالمعادلة يوضح المفهوم بطريقة اسهل ومشابه جدا للانسيدنس, لانه total number of people that for example ate meat that got bloody diarrhea, عدد الأشخاص اللي أصابوا بإسهال نزفي وتعرضوا إلى أكل اللحم الملوث over number of people ate meat, كل الأشخاص اللي تناولوا هذا الطعام الملوث, وهنا نعنى بحساب عدد أشخاص مشابه جدا للتعريفات السابقة. طيب
why we use proportion، ليش دائما احنا نستخدم النسبة والتناسب ومو فقط الأعداد البسيطة أو الـ crude number. And this is a simple example. For example, if in village A I have 20 new cases of disease while in village B I have 50 new cases of disease. إذا نظرت إلى الأرقام ببساطة بدون النظر إلى النسبة والتناسب، قد أعتقد أنه مدى انتشار المرض في village B is more. While if I control this ونظرت إلى المقام أو total village population، هنا كانت 200 while هنا كانت 1000، أرى أنه الـ incidence هنا كانت 0.1 لكن هنا كانت 0.05. أعتقد أنه فنرى يعني حسب هذه الحسابات أنه village A كانت أكثر تأثراً بانتشار المرض. Interpreting the incidence، كيف أنا أقدر أفسر البيانات أو أستفيد منها؟ The incidence of X was 4 per 100,000 in October and 17 per 100,000 in November. طبعاً مع ازدياد الوقت وجدت أنه الانسيدنس اختلف من 4 إلى 17. What does that mean؟ بطبيعة الحال ازداد المعدل وازداد مدى الانتشار. Should we be concerned؟ Of course yes، لأنه ازداد هذا الانتشار فأنا أحتاج إلى تدخلات أقوى وأشد للسيطرة على المرض والحد منه. ويمكن التمثيل المعلومات أو مشاركتها بـ this standardized equation تسهل على الجميع فهم نفس الفكرة حتى لو كنا في different countries. طيب أنا عرفت الآن مدى انتشار الأمراض وكيف أنا أقدر أمثلها وأشاركها للآخرين. طيب is this disease is severe؟ عندي another measures of disease severity وأشهرها الموربيديتي مورتاليتي وكيس فيتاليتي. طبعا الموربيديتي أو مدى الإصابات المصاحبة أو مدى المرض ل this disease تختلف من مرض إلى مرض. This disease or injury or disability has a several mortality, morbidity. I mean. طيب what about the mortality and case fatality؟ دائما احنا نقول كذا بسرعة معدل الوفيات. طيب لكن علميا يمكن عندي two definition، mortality morbidity أو case fatality، هل في فرق بينها؟ Yes. What is mortality? It's proportion of population that dies of disease. لتمثيلها على معادلة number of cholera death in city C in 2018. معدل الوفيات أو عدد الوفيات من الكوليرا. طب إيش المقام؟ Number of people at risk of cholera in city C. كل الأشخاص اللي كانوا قد يتعرضوا إلى الكوليرا في السيتي سي، سواء كان السبب مثلا تلوث مصدر مياه محدد أو آبار محددة أو whatever. إذن هنا كل population at risk. While in case fatality it's a population of case or cases that die of disease, number of cholera death in city C in a specific time period، البسط متشابه لكن المقام number of cholera cases. المقام هنا عدد الأشخاص المصاب أو عدد الحالات المصابة بالكوليرا فعليا وليس people at risk of cholera. البسط متشابه وعدد الوفيات من الكوليرا لكن في المورتاليتي كل population at risk. في الكيس فيتاليتي المصابين فعليا بالمرض. فمهم أيضا أني أنا لما أقرأ وأشارك هذه المعلومات أكون على وعي تام هل عدد الوفيات هذا مقارنة بكل الـ population at risk أو بالحالات المصابة فعلا. طيب لتلخيص المحاضرة خلينا نراجع بعض الـ key messages. Epidemiology best understood as characterizing disease in time, place and person. هذه الثلاثة مفاهيم جدا مهمة لوصف أي وضع وبائي. In public health emergency, epidemiology is critical to monitoring and responding to a crisis. من المهم أيضا التعرف يمكن على هذه الأدوات وهذه التولز وهذه الحسابات للمساعدة في
متابعة الوضع وأيضاً تقييم مدى التدخلات. Understanding and addressing key consideration in disease transmission can help improving response to public health emergency. طبعاً معرفة كيفية انتقال الأمراض وتحديداً epidemiological triad بكل المفاهيم المصاحبة تساعد جداً في الحد من العدوى. The epidemiological triad takes a one health approach and considered how humans, animals and environment interact. يمكن هذا اللي رأيناه في مؤخرا في الجائحة. هذه بعض المصادر أو الريفرنسز اللي أتمنى منكم الاطلاع عليها، كانت أغلبها من الـ CDC، وأشجع الجميع أنه يزور هذا الرابط الأخير Introduction to Epidemiology CDC e-learning. يمكن في مجموعة أو باكيج متكامل من المحاضرات اللي تمكن الجميع من الاستفادة من مفهوم الإبيديميولوجي بشكل واضح. أتمنى بإذن الله أنه كانت محاضرتنا اليوم خفيفة وسريعة، راجعنا فيها بعض المفاهيم الأساسية، ونأمل من الجميع الاستزادة فيما يخص علم الوبائيات أو الإبيديميولوجي المساعدة على الحد والسيطرة ومشاركة المعلومات بطريقة أفضل ما بين كل الأطراف. إذا كان أي أحد من الزملاء أو الزميلات عنده أي استفسار أتمنى مشاركته على الشات، وإن شاء الله بإذن الله أستاذ إيمان تشارككم، وأعتقد أنها شاركتكم المحاضرة.